شوف كيف والله شابنا تكون بوضة بضوء هذه حاجة نار. أوي إيش هذا؟ بوضة طائرة. شوف كيف صعب يا صاحبي تجيب فيها رقم. بس خلينا نحاول مرحب بالأبطال وحياكم الله في حلقة جديدة من بلوكس فروت. اليوم شباب إن شاء الله حنعمل حاجات سطورية كتير. بس في الأول يا صاحبي ما تنسانيش من اللايك ومن الاشتراك معي في القناة. خلونا يا شباب نبدأ سريعا. طيب يا معلمين، زي ما شايفين يا شباب اليوم إن شاء الله حنعمل رايد الضوء. فمعاي شبه الضوء، بس بدي أحاول يا شباب أكل الضوء. وأنا إيش وأنا متحول بوذا وحاول أدخل في الرايد. مش عارف حينفع مش حينفع. خلينا نشوف يعني. بس ندخل هنا في الأول. المشكلة بدي شباب معاي يجوا. فخلينا شباب نتحول. تخيلي بنفع والله ما نعرف فين نتحول، لانه شبه خساره يعني. البوذه اكلتها ولا عملت فيها حاجه. خلونا ناكل الضوء، نقول له ايت. اوكي هي منفع؟ ما بعرف منفع؟ لا صح؟ ضوء اخضر يا معلمين ولا ما ضوءش اخضر؟ الشباب بيقولوا لي لا. يا للاسف يا للاسف. طيب مش عارف نعملها. هو والله ملفل على الاخر كمان. ممتاز والله ممتاز جدا جدا جدا. طب خليني بس اجربها برا. طلعت ولا ما طلعتش انا؟ اي طلعت ودخلت في الشقه الثانيه. طيب خليني اجربها بس شوي برا نشوف شو كيف الطيران تبعها. وانت بوذا يا معلم الطير. خلينا شباب نشوف. اوي ايش هذا؟ بوذا طايره. شوف كيف ايش صار ورحت للجزيره هي. اوكي يا سلام. مش عارف اختفيت انا، بس دائرة البوذة هي اللي طايرة وبس. شباب مش عارف حسها بطيئة يعني، حتى وهي المفروض ضوء تكون ايش ضوء يعني السرعة الاسطورية، بس حسها بطيئة. خلينا نشوف. طب نرجع ثاني ونشوف كمان تيست. مش عارف سريعة هيك حسها بطيئة صح؟ هي اللي بطيئة. شوف كيف والله شابنا تكون بوذا بضوء هذه حاجة نار. طيب شباب رجعنا زي ما احنا معفنين هيك بدون بوذا. فخلونا نشوف. ندخل يا شباب الرايد. مش عارف مين يدخل معانا. يلا معلمين خليه يدخل. ادخل يا هي ادخل يلا معلمين انتشروا. انا شباب اول مره ادخل رايد الضوء. مش عارف بتهيالي هو رايد الضوء. بتهيالي هيك رايد الضوء. شباب انا نفسي اروح هناك. استنى شباب بدي اخرب عليكم الرايد شوي. بس انتوا شباب اشتغلوا. انا بدي اروح هناك بدي اشوف ايش في هناك. نفسي في الرايد اعرف ايش الجزيره اللي بتكون هناك هذيك. معقول في حدا هناك ولا لا ولا ايش بالضبط؟ ما بعرف. خلينا نروح هناك ونشوف. خلي شباب يخلصوا الجزر. احنا مع نفسنا هيك. والله شباب شاف جزيره كل ما لها بتبعد. اوكي خلصوا الجزيره الاولى على السريع. والله طايرين يا معلم. الجزيره بعدت اكثر. بتهيالي شباب بقدرش اصل لها على ما اظن، بس في الخط هذا قاعد بقرب. خلينا طايرين هيك ونشوف. واحنا طايرين يا شباب حاب اشكر كل واحد شباب بكتب لي تعليق حلو زيهم، من زي التعليقات اللي قلت لكم عنها الحلقه اللي فاتت. صراحه شباب بتفرحوا الواحد في تعليقاتكم، حتى كمان اللي بكتب لي بس في التعليق كلمه اول فبكون فرحان بتعليقه. فشكرا يا شباب. صراحه نفسي اعرض لكم كل تعليقاتكم على في الفيديوهات يعني، بس ان شاء الله هعملها. وين رحنا؟ لا 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 طلعنا برا. خربنا الدنيا خربنا الرايد صح؟ مش عارف وين صرت. ارجع 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 بسرعه يمكن لما اوصل الخط هذا حنرجع. والله خلصوا الجزيره الثالثه. استنوني يا معلمين. اوكي تغيرت الدنيا تغيرت صح هيك؟ شوف جاب لي شباب رساله البريت. شكلي صرت في العالم. مش عارف والله شكلي طلعت من الرايد وصرت يعني بعمل رايد وانا في العالم يعني في العالم الثالث، لانه جاب لي رساله القراصنه انهم بدهم يهجموا كمان شويه اللي هو زي المصنع يعني. طيب شباب انا ما زلت طاير زي ما انتم شايفين. البص هياته رصبا وانا في العالم ولا انا وين؟ ما بعرف. انا في عالم هيك يعني عالم جديد في بلوكس. مش عارف انا وين، بس خليني اضلني طاير لحد الشباب ما يخلصوا البص. هيات شباب صار لنا 8 دقائق والشباب شغالين. الله ينور خلصوا. والله فزنا. فزنا يا شباب. مش عارف كيف وانا طاير ماليش دخل. والله كويس يعني. هذا رايد جديد شباب من الرايدات. اللي حاب يعني يعرف الرايدات الجديده يجي عندي هنا وبعلمه كيف الرايد الجديد يعمله. مش عارف كيف اجي معاي اصلا. بس خلينا شباب ناخذ اول حركه اللي حتكون حركه مين؟ حركه الزد. عملنا شباب حركه الزد اللي هي ايش هذا؟ هي اوه بصير مع قوس. خذ يا معلم خذ على راسك. كيف كبير؟ وي والله شكلها قوية يا شباب هذه. مش عارف عماد بيقول لي جرب دمج. خلينا نعطيه شباب على راسه. 16000 كويسة. 1600 قصدي. كويسة ماشي حالها. طيب خلونا شباب نعمل كمان رايد. طيب شباب خلينا شباب نكمل في رايدنا ونشوف. وين البوتات؟ خذ يا معلم انت خذ هذه. اوه والله بتدمج كثير. اي
والله شباب حلو الضوء، والله الضوء يعني حتى هيك وانت مش عاملها رايد حلوة. خد 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 اسكت 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 اسكت، عندي ضربات كتير لسه، يعني لسه ضربتك ضربتين انا بس. يا معلم تنين كيف تعلينا على ازعاج التنين؟ كيف مين هذا اللي فوق؟ ايش بتساوي فوق انت قاعد؟ خد هذه خد هذه، اوكي خد يا معلم. يا ساتر يا رب يا ساتر على الضوء، مجرمة مجرمة. اوكي 6000 يا عم، استنى بدنا نعمل يا عمي، بدنا نعمل رقم، بدنا نعمل رقم يا معلم. طيب شباب لنا سنتين في الجزيرة هذه، مش عارف ليش ايوه اخيرا اخيرا لنا سنتين شباب في الجزيرة هاد، فالجزيرة الاخيرة احنا شباب بدنا نحاول نعمل رقم، مش عارف هنقدر نعمل رقم كويس ولا لا مع البوس. بصراحة البوس انا مش عارف وين هو، جوا انا قاعد. طب خلينا ننزل له يا معلم. بوس وينك؟ هاي 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 هاي، فين شباب نعطي؟ لا هذا مش هو، هذا مش هو ولا له علاقة في البوس. هاي البوس اجا يا معلمين. عملنا شباب 43,000 مش رقم. وين راح البوس؟ هاي المشكلة، هاي المشكلة جوا جوا هذا الاشي بقلتشو. هاي شباب البوس، خلينا نشوف اذا قدرنا نعمل فيه رقم. يا عم ايش عمل هذا؟ والله عمل رايد شباب للفاكهة هذا البوس. تعال تعال، والله ضربة اجت، والله هذه الفاكهة بدها ايم صح، والله نسيت. وانا شاب صفر في الايم تقريبا، يعني صفر في الايم، زنقناك يا كبير. يا عم هذا هذا بزهق يا شباب، هذا واحد من البصات اللي بتزهق. طب ليش عاملين الكهف انت او شو اسمه هذا الهرم تبعه هذا زي ما دام بطلع برا؟ ما بعرف صراحه. طيب خلينا نشوف نجرب ثاني. هياتها وهياتها يا عم، نضرب صح، ما بعرف ضربنا ما ضربناهوش لانه شباب ضل يشرد، فخلص انسوكم قصه الرقم هذه، كاني ما قلتش كلمه رقم يعني. خلينا شباب نقتله. طيب شباب لسه يعني اللي شايفين الوقت خلص، هو بصراحه الحق علي شباب، انا خليت شباب يعني سيبوني اضرب عليه عشان اخذ رقم، بس ضيعنا الوقت، مش عارف هنلحق مش هنلحق، ما بعرف صراحه. كان المفروض خليتهم يضربوا، ضايل بوتات لسه مش هنلحق شباب نخلصها، فعشان هيك شباب الريدات الثانيه حنضرب كلنا عادي زي ما كنا في الاول، فمش عارف وين في بوتات ثانيه. فبنعمل شباب قصه الرقم هذه بنعملها بس نخلص رايد، بنشوف ان شاء الله اذا قدرنا نعمل رقم حلو او لا. فيلد اعطانا، بس اعطانا 300 يعني حاجه كويس يعني. طيب يا شباب وعدنا مره اخرى، خلصنا شباب الرايدات، هيك كل الرايدات جاهزه او كل الحركات عملنا لها رايد وزبطناها. فشباب بدي اشوف البيج مام موجوده ولا مش موجوده. اوكي في واحد هناك شكله قاعد بضرب فيه، خلينا شباب نطير ونشوف. طيب شباب الطيران تبع الرايد شوف، مش عارفه كان يتحول من الاول، لا بتهيل لا بتقدرش يعني تتحرك فيها، بس صرت ايش تتحرك الحين. الحركة شباب صارت نار نار، بس الفي لسه ما جربتهاش، فبدي اروح شباب اشوف ان شاء الله بس نلحق البيج مام. مش عارف اللي قاعد بقتل فيها، اوه بنزلش، لا والله بنزل لتحت. اوكي بروح على كل الاتجاهات. طيب شباب وصلنا لعند البيج مام، الضوء زهقتني وهي بتطير. مش عارف صاحبنا اللي جوا قتلها ولا لسه ما قتلهاش، ما بعرف. خلينا شباب لسه 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 كويس. خلينا ناخذ مهمتها، خلينا ناخذ مهمتها شباب عشان ناخذ شويه فلوس يعني ونشتري فاكهه هيك في اخر المقطع. طيب شباب خلينا نساعد صاحبنا، مش عارف انا عامل معاه تحالف مش عامل تحالف، خلينا نشوف، اعتقد عاملين تحالف. طيب السلام عليكم بيج مام، بدي اجرب شباب الفي اول حاجه. خذي صارت حلوه والله الفي. طيب شباب خلينا نجرب مره اخرى، مش عارف صاحبنا، والله فكرت هو اللي ضربني. البيج مام اللي ضربتني، فخلينا خلينا نجرب ثاني شباب عليه، نجرب عليها كل الضربات مره واحده ان شاء الله، بس يكون ضل في دمها حاجه. بسم الله بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي شاب جبنا شباب 12,000، والله شاب بس قويه الفاكهه، شكلها من الفواكه الاسطوريه، فخلينا نعطيها بس. ايوه كله كله في الفاكهه، بديش اضرب اي حاجه غير الفاكهه. تعال يا بيج، ساتر والله الضرب هذه نار، السي تعمل حركات رهيبة. وينك؟ تعال خذ هاي، كيف الضربة؟ بدها شباب واحد عنده ايم مش طبيعي، خذ هاي البي. ايوه زبطي لي حالك يا معلمة، اكلت كتل المسكينة لما شبعت. طيب شباب ورجعنا تاني شباب، زبطنا زبطنا الاخت بيج مام، زبطنا في حين شباب ندخل رايد، ندخل رايد ايش؟ ضوء برضه؟ يلا اللي جاب اللي جاب وجهنا شباب رايد الفليم، فخلينا شباب ندخل فليم على السريع معلمين ونشوف كيف. طيب شباب الفكره يا شباب يعني كالعاده بدنا نعمل رقم، بدنا نحاول نعمل رقم يا معلمين، فخلينا شباب مش عارف هل رح نعمل رقم، ما ظنيت، فخلينا نشوف. ايش هذا ايش هذا ايش هذا؟ هذا شباب الضربه هي مشكله، الضربه هذه مش عارف تقدر تعمل رقم فيها الضوء ولا لا، بصراحه ما بعرف، بس شكلها شباب فاكهه قويه جدا. انا حستخدم الاسلوب هنا في اولها،
فشباب حاول أنا أوصل البص، إن شاء الله أقدر أوصل البص، ما بعرف صراحة. طيب يا شباب ورجعنا تاني، شباب الحين في الجزيرة الثالثة أنا، فاللي خاطر الشباب إيش أضرب بالأسلوب وبالفاكهة ونشوف قديش حنجيب رقم، لأنه الفاكهة مش عارف حتجيب رقم عالي ولا لا. فخلونا نجمعتوا مياتهم، اقفوا بس اقفوا، خربوا الضربة. لا تقول ليش بدي أموت. هاي أوكي، كان المفروض اوه ما جتش هذه، ليش جت فوق؟ والله بتعلم فوق هي. ف اوكي اشرد 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 باش تموت. اوكي شوف زبطناهم كلهم، ضايل هذا الهبل او هذول الهبل الاثنين، هذه لازم اعلق عليها. كل مره بنسى وين رسبنا الحين هذا؟ بنسيت ثاني. اوكي يلا زبطوا لي حالكم، موتوا زبطوا لي حالكم وانتم بتموتوا. يا شباب البوتات بتقعد ساعة لما ترسبن، ليش مش فاهم انا؟ موت يا حبيبي انت، تعال خذ لك هذه الضربات اللي ورا بعض وخلي كمان في رسبن وكمان أوه. والله قصتنا قصة اليوم. خذوا هذه كمان. بسرعة راح الضربات. لا بدي اموت يروح الضربات، مش مهم بس ما موتش. اوكي خذوا يلا زبطوا لي حالكم. والله يا شباب الرايد لحالك صعب، شوف لي ساعتين هنا في الجزيرة هذه. أخيرا شباب عارفين يعني بدي إيش أقول لكم يعني، أخيرا خلصنا الجولة. قديش ضايل؟ دقيقتين؟ أنا مش مهم شباب أخلص الرايد، بس المهم بدي أعمل رقم، بدي أحاول أعمل رقم، بس المشكلة مش عارف أرتب الضربات كويس عشان إيش نضرب كل الضربات صح. أوكي. طيب شباب خلينا نبدأ أقول بسم الله. أوكي هاي الفي، هاي المشكلة شباب، بزبطش. يا عمي خربت الضربات كلها. والله شباب صعب تجيب فيها رقم الضو، لأنه حركاتها بتشرد كتير فيها، فصعب صعب يا صاحبي تجيب فيها رقم. بس خلينا نحاول. أنا مش عارف صراحة جبت في الأول قديش، 70,000 جبنا. بسرعة جبنا 70,000. معقول جبنا 70,000 ولا أنا بتهيأ لي الرقم؟ ما بعرف صراحة. قتلوني مش عارف ايش الرقم اللي جبته. بس صراحة يا شباب الفاكهة من الفاكهة الأسطورية جدا جدا جدا، ولازم يا شباب لازم نعمل فيها، نجمع باونتي، نروح نعمل هيك حرش يعني في السيرفرات العامة، بس مش اليوم. فيا معلمين وصلنا هيك لنهاية الحلقة، أتمنى يا شباب تكون الحلقة عجبتكم. إذا عجبتك الحلقة يا صاحبي تنسانيش من اللايك والاشتراك معي في القناة، ومن هنا يا أبطال الحلقة القادمة إن شاء الله براكم على خير وسلام.